اتفاق تاريخي يضمن وصول دبابات عالية الدقة إلى كييف من ألمانيا وأمريكا. أوكرانيا وصفته بحلف الدبابات الكبير. بايدن يقرر إرسال 31 دبابة إلى كييف بعد ساعات من إعلان مماثل لألمانيا ودول أوروبية. مواصفات عسكرية خارقة بعد أن كان هناك أصوات تقول كفوا عن التودد لبوتين وأرسلوا الدبابات لأوكرانيا. خبراء يقولون أن أيام بوتين ولت وهذه بداية النهاية، فهل هذه حقيقة؟ وفي روسيا يتأهبون ويقولون أن أوروبا تبحث عن سبل لإذلال روسيا. فما الذي سيحدث؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات.